اليوم مفاجأة، مفاجأة حلوة، مفاجأة غريبة من نوعها، ما بعرف أنت بدك تحددين لنا نوع هيدا المفاجأة. الله يستر. في معنا ضيف. أنا تفاجأت صراحة كيف أنت أوريدي ذكرتي عنه قبل شوي. ضيف كمان من نجوم السوشيال ميديا يعني يعتبر، ويمكن هو بلش قبل. هلأ كسر كل واحد يصنف حاله نجوم، بس بدك الناس شوي تصنفه. أكيد، بس هو لا عنده نسبة من المحبين كبيرة من المعجبين. نشوف هلأ. ومن الناقدين كمان مثل حال أي حدا يعني. ضيف ما رح قلك اسمه، نستقبله نحن وياك مع بعضنا. بدك تغمض عيونك؟ بدك طب يلا لا نستقبل مع بعض الضيف، بس رح زعبر. صار فيك تفتح. اهلا عبد الله. عبد الله عائل، يا اهلا. فاجئتوني عن جد. عبد الله بس انه تفاجأت او انزعجت او انبسطت او عادي؟ هي تكوينك كلها بالدالي صراحة. تفاجأت، بعتبرها مفاجأة، ما بعرف. بس اسفقينا بيت شعر. اسفقك بيت شعر؟ ما بيعجبك، كيف بدي اسفقك بيت شعر؟ ما انت الشعر عم بكتبه مش معجبك. هلا المفاجأة انه اليوم عاكسين الادوار بهيدا المقابلة، بهيدا اللقاء. عبد الله كاتب لك شعر. تخليك عارفين هو انه انا هون كمان فاجئينه ولا هو تفاجأ هو كمان؟ يعني صار في مفاجأة للطرفين، والمصيبة اعظم. بس المفاجأة الاكبر انه هو هلا محضر لك بيت شعر عاكس الادوار. سو هل حاضرة لنسمع مع بعضنا بيت الشعر تبع عبد الله؟ يلا الله يستر لنشوف. مش حافظ. مش حافظ. اقول لك يا رملة، يا ايها الزمن، ما هذا الغباء؟ لا مش غباء كمان، غلطت حتى بالقراية، شفت صدمتيني، كحلتك عمتنا. يا أيها الزمن ما هذا البلاء؟ صراحة قد انتقدت أنا فيها مرة عن الكحلة والمكياج، بس هلا مكياجها كتير ناعم. لا أنا ما بعرف، غريب، تعلمت إن شاء الله. ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا، فكيف نرى الجمال ولا نعشقه؟ إنه هيدا الجمال حبيبتي كتير مستفز العالم، مستفز البعض كتير. أنت بساطتك، بساطتك المهضومة، ما في عقل موزون كافي، عرفتي؟ لا لا ما في عقل بتوزع عقل، حاجة توزع عقل. خربت الدنيا، فرق بالعالم تضحك، فرق بالعالم تسمعك. عمايل سو كيف إذا كان عقلي كامل شو كان صار؟ كنت رحت المستشفى. خلونا نسمع بيت الشعر. برجع بقول لك خربت الدنيا. ليش؟ فرق حبيبتي بين انك يضحكوا عليك العالم او يبتسموا لك لشيء، يبتسموا لشيء. انت عم شو عم بتجيبي اشياء صبابيط وتجيبي اشياء هذا الشعر؟ ايه؟ صبابيط وشعر؟ هذا الشعر بوتوكس وفيلر شعر؟ مهضوم. نزلت الطياره طارت الطياره. مرضيته ولا مرضيته رملاء على السوشيال ميديا وين ما كان. اسمها خلد بالطريق. خلد. اسمها تخلد. الظاهر بيبر اسمها عملها. انا ما حدا عملها. اوكي. شوفي ببساطتي انا عملتها بهيدي البساطة بعتبرها. هذا هبل مو بساطة. انت انسانة اكثر من بسيطة. مش بس بسيطة، اكثر من بسيطة. لا الحمد لله. بشرفك على نعمة كريم. لا اكثر من بسيطة. شو ما شو ما الانثى والجميلة بس عبد الله. يا شو بدي اي خانة بدي صنفك؟ هل بدي صنفك بين الذكور ام الاناث؟ صنفيني بين الاناث، بدي صنفيني بين الذكور. لكن يا جماعة علينا ببعض. يا جماعة شو رأيك انا كمرة؟ شو رأيك امي قلت لك؟ يا جماعة نحن حابين. لا خفي علينا. العهر مش وسيلة لحتى تنشهري فيه، عرفتي حبيبتي؟ عبد الله اخت الرجال. بنفس الوقت عندي مواقف اخت رجال فيها. العهر سوري هذا مش لرملة، تركته للناس اللي شاطرة فيه. العهر
والتين. لك انا لو بدي اعلي صوتي وشلف ما بدي، لو كانت الرجوله بالصوت العالي كان الكلب سيد الرجال، فبدي اعلي صوتي وانكر الاصوات لصوت الحمير. هلا كان اسكتي ليك نتفه. شو؟ اسكتي ليك نتفه لكن ليه عم انه انكر صوت الحمير؟ ايه لانه انت عم بتقول اذا بدك تعلي صوتك فصوتك هيك بساعتها بصنفه انا اللي بده يعلي صوته، انا ما عم بعلي، انا بحكي نبره صوتي هيك مع البكية. عندي انا هيدي النبرة. فينا نروق شوي يا جماعة. هل اهلي بعلمك كده راضين عن تصرفاتك؟ لا هلا ما انا انت بتصرفي حالك. انت لحظة لك لحظة تعكر بالعالم. لا سوري لما انت لا عبد الله ماما ما خص المناطق بليز، ماما انا نحكي عن مناطق رملاء. اي تصرفات شو؟ اوكي حياتي ما بنحكي شي تصرفات شو؟ الشعر؟ فينا نسمع الشعر اللي منا؟ ماني انا جبريتك تسمع. فينا نسمع ما بسمعه ما بقراك ولا شايلك من ارضك ولا شايلك من ارضك بشيل من ارض التاني ما بيعمل فيديوهات وبينتقد. انا ولا مره رديت عليك بانتقاد. لا فينا الحظ حطولنا الفيديو لك خلي حطوا الفيديو لك ولا هشيل فيديوهات. انا ولا نهار برواق كتير بينتقدوا بيعملوا فيديوهات. يا منيره شو فيني لحتى انا اشوفهم بس بتطلع عبد الله انت بكلمتين بالمختصر شو الرسالة اللي حابب توصل لها اياها لرملة؟ تنتحر رملة تنتحر تختفي عن وجه مش تنتحر تقتل حالة انه خلص ادمي هذا واحترمي حجابك بس احترمي حجابك شرحتي في العالم عرفتي لان العالم عم تنتقد على الحجاب بتقرا الكومنتات حاجة محتلاة مش عم بعيدها احترميته رملة غصبا عن البردة ولا هلا واقفة على حجابي بس احترميته لحجابي موت يا مريضة الحجابين في كتير. يلا روحي خلاص انتهينا بدي اقول الشعر خليني امشي مين رح يموت واضح مين المريض شوفي متابعيني وشوفي متابعينك ما يهمني على فكرة عبد الله انت هلا بعد على فكرة رملاء قايلة شعر بنكسر قوافي وكتير حلو يعني طب ليش عم تستحمر طيب غبار لا هي قالت هي قالت جوابا جواباً على الشيء اللي أنت سألت إياه وجهت لها إياه برسالة من قبل بالحلقة اللي قبل أنت قلت لها أنا حددة أنت شو شاعرة أو أنت هي فاشلة بكل شيء امرأة عندها مرض نفسي بدها تطلع هالحالات اللي عندها اللي مش عارفة كيف بدها تطلع بس لحظة خلص بس هي اعتبرت اعتبرت رملة وجودك هي ليه بدي أخلص روقي شو أنا بحقلي عم بحكي بليز عم بحكي بدي أخلص. اعتبرت انه هي اوكي ما عندها مشكله نقول عنها مونولوجيست عم بتنكد عم تستعمل القوانين انا بنظري هبله وماشيه بس هي عندها محبين. عندها محبين عندها ناس عم تضحك عليها شوفي لما عاد انت شو بيسوالك يعني عم بستهبلك شو عم بستهبلك لا في شيء بين انك تقدمي شيء كوميدي في شيء بدك تقدمي شيء انه عم بستهبلكم يا كلام انت الناس اللي ورا انتبه بس انا لا هي بتخلي حدا يحكي ولا لا شو لا انت عن جد اذا ما انت تخلي حدا يحكي ما عم لك مثل ما انا سمعتك خلي تفضل اسمع خلينا نسمع بس كلمه الضوي خلينا تطلع بعد ما سمعنا شيء نحن خلونا نسمع يلا حرام اترك للساحه احكي عبد الله خبرنا الشعر اللي عندك يلا ما بدك تسمع الشعر لتجهزي له يعني قلبك شو تايسه لا هيدي شيء بيعنينك تايسه هو مش بس يلا هيدا منطق مثل انت يلا 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 عرفت انه هالطريقه الاستخفاء طريقه ما في الحمد لله ما في من مونتاج فوريفر بتلاقي كل الحلول للشعر والبشره ماسك الشعر $10 كريم الليل $12 كريم النهار $13 شامبو هيرلاين لتساقط الشعر $7 شامبو بروتين لتمليس وتلميع الشعر $7 سيروم الشعر لعلاج الشعر التعبان والمتقصف $12 هيرلاين لوقف التساقط وتقوية وتطويل الشعر $15 ستريت هير لتلميع الشعر المتجعد $20 تونايت لإزالة المكياج والتنظيف والنضارة للوجه $15 كريم كولاجين لإزالة التجاعيد $15 كريم اللولو للنضارة وإزالة الزيوان كمان $15 كريم لتبييض البشرة $10 كريم لعلاج السواد تحت العين $10 لدينا كريمات مانع نمو الشعر ومعالجة النمش وحب الشباب وعلاج الأمراض الجلدية
أكزيما صدفية والجرب وحساسية والتشقق والسيلوليت. كمان عنا علاج للتعلبة. جميع علاجاتنا مكفولة ويمكن استرجاع المال إذا لم تجدوا نتائج من المنتجات. للتواصل 00618-18-799-23 و 00961-70-485-372. Forever منتج لعلاج البشرة والشعر. لك يا ناطم انت ضد الظلم ضد العنف ضد الطغاة بكل المجالات. نرجع لموضوع عبد الله عائل. كنت عم بسألك انت شو بتلاقي بعبد الله عائل من بعد ما هو اللي صرحوا عنك انه انت محبوبة، انه انت حدا حبوب ومهضوم، ولكن عندك شطحات بمطارح معينة، يعني عم تكتب شعر وانت منك يعني كاسرة القوافي كلها، فاعتبر هو انه انت ما لازم تسمي حالك شاعرة، لازم تحددي هويتك اكتر بهيدا الدومين. يعني انت باي صفة عم تكتبي؟ هل هيدا شعر؟ اذا انت معتبرة انه هيدا شعر، رسالته لقلك كانت انه بليز وقفي. بس بحال انه انت عم تكتبي شيء للفكاهة للضحكة العالم، ممكن انا بكل ما يعني. ممكن اذا شايفين هيك الفكاهة اوكي، يعني انا كيف بكتب شعر اذا صار في موقف بكتبه بيطلع معي هيك انه دغري بكتبها انه وقف. حضرتي لنا شو شعر هلا؟ اعطوني ورقة وقلم. حضرتي هلا لبل ما يحضروا الورقة والقلم اكيد. قبل ما تكتبي لنا الشعر الحلو، بدي لفتني الشغلة صارت شفتها انا على الفيسبوك. رملاء جاية بالمطولة عنا او بالاتيفي بالاحرى، حتى كاسك كسرة كل القواعد، انه عادي انه في كتير مثلا ستات بسوق موتو. وين الغلط؟ بالكعب. انا بشوفها كتير عادية بالعكس، كتير مهضومة ومنها بتوفر هيدا الاوفر بنزين اكيد. هلا هلا لازم نشجع على رملاء. هيك بس انت ما بتتلبكي بالكعب ابدا. انا حياتي الكعب انه عشان جاية فيه لعندكم، يعني انا قليل ما بلبس كعب، بس حتى انه بالاتيفي كعب ما بضايقك. بس لا ابدا، نظرات العالم لك على الطريق. هلا انا ما على فكره، انا حبيت الفكره وكثير مهضومه، بس بتمنى عليك تحط الخوذه يعني تحمي حالك كرمال. رح اخذ بالنصيحه خلاص. وعد، لانه ما بدنا نخسر حدا مهضوم حياتي مثلك. يعني حياتي انت. طيب لك انا نتركك تكتبي لنا شعر ولا دغري ارتجالي بيطلع معك؟ يعني بيطلع معي بس بدك تعملي شيء. لا اتركيني يلا. فاذا بنتركها لرملاء كات مع الاعلان وبنرجع لها بس تكون كتبت لنا شعر. من منتج فوريفر بتلاقي كل الحلول للشعر والبشره.